بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط بمتوسط تبوك الأهلية النموذجية. أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد ودرس جديد بعنوان تأسيس المجلس وأهدافه بمادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة. أبناء الطلاب، يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أبناء الطلاب، في الاعتصام والاتحاد قوة، وفي النبذة والاختلاف فرقة. الآية الكريمة أبناء الطلاب تحث على الاعتصام والاتحاد بحبل الله. هنا دول مجلس التعاون الخليجي هما 6 دول، بداية من دولة الكويت، ثم البحرين، ثم شبه جزيرة قطر، ثم دولة الإمارات العربية، ثم دولة سلطنة عمان، ثم المملكة العربية السعودية. جميعهم يطلون على الخليج العربي، ولما لهم من مصالح مشتركة سواء اقتصادية أو عسكرية أو أمنية أو سياسية، رأوا ضرورة إنشاء قوة تحمي مصالحهم في جميع المجالات، سواء مصالح سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو أمنية، وضرورة إنشاء مجلس يجمعهم ويعزز العلاقات فيما بينهم. فتم إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1401 هجري الموافق 1981 ميلادي، ومقره مدينة الرياض العاصمة السعودية. أبناء الطلاب، كان صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون للدول الخليج العربية هو أمير الكويت رحمه الله الشيخ جابر الصباح، وذلك لما رأى من تهديد الأمن القومي لدول شبه الجزيرة العربية بشكل عام ودول الخليج العربي بشكل خاص، فرأوا ضرورة إنشاء مجلس يجمعهم لحماية مصالحهم المشتركة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتعزيز مصالحهم وتقوية العلاقات والترابط بينهم. وأيضا أبناء الطلاب، تعلمون أن هناك توحد أو تشابه في اقتصاد دول مجلس التعاون للخليج العربية، وهو اقتصادهم قائم على النفط. ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل موقعهم الجغرافي يشرفون على مضيق هرمز، وهنا مضيق هرمز أبناء الطلاب له أهمية كبيرة، حيث يعتبر منفذ تصدير النفط من دول الخليج إلى دول العالم، وذلك له أهمية كبيرة. ودول مجلس التعاون الخليج العربية تعاونون لحماية مصالحهم الاقتصادية. بعد ذلك أبناء الطلاب، هذا شعار يدل على مجلس التعاون دول الخليج العربية، ويدل على الاعتصام والاعتزاز. هذا شكل الشعار. بعد ذلك أبناء الطلاب، أجهزة المجلس. مجلس التعاون دول الخليج العربية يتكون من 3 أجهزة، يعني أبناء الطلاب مكون من بداية من المجلس الأعلى الذي يتكون من قادة الدول الأعضاء. ما معنى قادة الدول الأعضاء؟ اللي هم 6 دول. المجلس الأعلى مكون من رؤساء 6 دول، ويجتمعون كل عام مرة
يجتمعون كل عام مرة، ويكون في كل قمة لها رئيس أو قائد على حسب اتفاقهم. ومن أعمال المجلس وضع السياسات العليا للمجلس وتحقيق الأهداف الأساسية للمجلس. بعد ذلك أبناء الطلاب المجلس الوزاري من اسمه. المجلس الوزاري الذي يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء ويجتمعون كل 3 أشهر مرة. بعد ذلك أبناء الطلاب الأمانة العامة تتكون من الأمين العام ويعاونه أمناء مساعدون. بعد ذلك أبناء الطلاب أهداف المجلس. هنا معنى أهداف يعني لماذا أو الهدف الذي أنشئ من خلاله المجلس. الهدف الذي أنشئ من خلاله المجلس الهدف الذي أنشئ من خلاله المجلس لتحقيقه. مثلا عندما أنت تذاكر ما الهدف؟ الهدف أنك تريد أن تكون متفوقا وتحصل أعلى الدرجات، وهكذا اعتصام دول الخليج العربية واتحادهم وتوحيد مصالحهم المشتركة وجعلها مصلحة واحدة هدفها ماذا؟ نتعرف أبناء الطلاب. أولا تحقيق التكامل والتنسيق بين الدول في المجلس، يعني يكون التكامل أكثرا والتعاون، ويكون هناك تعاون وتنسيق مواقف دول المجلس وتكون واحدة، لا يكون لكل دولة رأي مختلف عن الآخر، يكون الرأي واحد. تعميق الروابط تكون أكثر قوة وتكون أكثر اتحادا، ووضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين، يعني الأنظمة التي تكون في دول المجلس في شتى المجالات تكون متوحدة وتكون متناسقة، لا تكون مختلفة عن الأخرى. بعد ذلك أبناء الطلاب من أهداف المجلس أيضا دفع عملية التقدم العلمي. يكون هناك دفع للتقدم العلمي لدول المجلس، يكون هناك تقدم علمي وتطور وتطور أكثر، وذلك يكون عن طريق ماذا؟ إنشاء مراكز البحوث العلمية التي عن طريقها يتم إنشاء براءات الاختراع وإنشاء أحدث الابتكارات العلمية. إقامة المشاريع المشتركة ما بين دول المجلس التعاون، تشجيع التعاون في القطاع الخاص. وقد سعت دول المجلس جاهدة في تحقيق هذه الأهداف والعمل على تطبيق آفاق التعاون فيما بينهما في شتى المجالات. وإلى هنا أبناء الطلاب نصل إلى نهاية درسنا، وفي الأخير نود أن نركز على بعض النقاط. دول المجلس التعاون الخليج العربية أبناء الطلاب بينهما تعاون في شتى المجالات، سواء في المجالات العسكرية تم إنشاء قوة عسكرية تسمى بدرع الجزيرة، وذلك للدفاع المشترك، حيث يعتبر أي عدوان على دولة من دول المجلس عدوان على دول المجلس كامل. وتم التعاون في المجالات الأمنية، وذلك مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات وكافة الجرائم الأمنية. وتم التعاون في المجالات الاقتصادية، وذلك عن طريق حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس وعدم فرض رسوم جمركية عليها، وأيضا إنجازات أخرى وهو المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس التعاون. أرجو أن تكون أبناء الطلاب استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.